أيضا صورة قرعة بطولة الأمم الأفريقية ومن النادي الأهلي إلى منتخب مصر. منتخب مصر قرعة قوية في دوري في بطولة الأمم الأفريقية، مش قوية على مستوى القرعة ولكن قوية على مستوى البطولة. أنا بشوف إن البطولة قوية جدا، كل الفرق تقريبا اللي هي لها باع ولها قدرات كانت واصلة ومفيش يعني مفاجآت. طبعا مجموعة منتخب مصر في جروب بي معاه غانا ومعاه كاف فيردي الرأس الأخضر ومعاه موزمبيق، أعتقد مجموعة متوازنة. خلينا نقول كل المجموعات برضه، عندك المجموعة الأولى كوتيفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، مجموعة مصر، المجموعة الثانية مصر وغانا وكاف فيردي وموزمبيق، المجموعة الثالثة السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، المجموعة الرابعة الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا، المجموعة الخامسة ودي بتشهد بقى يعني أبناء مجموعة النادي الأهلي، تونس علي معلول ومالي اليو ديانج وجنوب أفريقيا بيرسي تاو ومعاهم ناميبيا، المجموعة السادسة المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. أعتقد المجموعة الخامسة هي أقوى المجموعات، ولكن أنا شايف ما دون ذلك لا بطلناها يا رضا. يعني يمكن رضا زميلنا في الاعداد بيقول قولوا التوقعات، يعني بطلناها. الاولى لما الاولى نقرب، طيب الاولى يعني كوتيفوار ونيجيريا، خلينا لما نقرب بتخسر انت دايما. انا اللي بقى يام ما انا لازم اقول كده، ما الناس ناسيه، الناس ناسيه. طيب اكيد لما نقرب للبطوله نبقى نعمل تحدي التوقعات، لان وقتها كان ناس بس يعني جدا يعني اعتقد يا فارس برضو كاف فيردي، يعني كاف فيردي تطور الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، وعشان كده المجموعه بالنسبه لمصر مش افضل حاجه. مهنا النتائج بالنسبه لمصر واداء مصر برضو مش مطمئن بشكل كبير، وان كان مصر هتبدا بذكريات 98 بوركينا فاسو، هتلاعب موزمبيق 14 يناير حتى غانا، وهتلعب مع غانا 18 يناير يعني، وتختم بكاف فيردي 22 يناير. المجموعه تستحق مصر انها تتصدر باسم طبعا مصر وتاريخ مصر في بطوله في بطوله امم افريقيا، ولكن مطمئن؟ الحقيقه مستوى منتخب مصر، انت جاوبت لوحدك، مستوى منتخب مصر يخلينا نقلق، لان اللي بنشاهده من ما يقدمه منتخب مصر مع ريو فيتوريا الحقيقه لا، في تراجع تام جدا في المستوى. بدا يتقال اصل مباراه تونس كانت بسبب عدم وجود لاعبي النادي الاهلي، في وجود لاعبي النادي الاهلي القصه باختصار شديد ان على ريو فيتوريا ان هو يضع يعني يكسر الشماعات اللي هيعلق عليها نتائج الاداء الغير مناسب على الاطلاق او غير المناسب على الاطلاق لاداء منتخب مصر له اسمه الكبير في قاره افريقيا، هو اللي بيحمل الرقم القياسي في تحقيق بطوله امم افريقيا. اعتقد المجموعه باسم مصر هي مجموعه في المتناول جدا، ولكن بالمستوى اللي بيقدمه المنتخب حاليا اللي نتمنى على بدء البطوله يكون الوضع مختلف، يكون قدر روي فيتوريا يحط ايده على التشكيل الامثل لمنتخب مصر. والحقيقه فارس المستوى اللي بيقدمه منتخب مصر خلينا نقلق، وتحديدا ان مش لازم كل اللعيبه تكون لها حاجزه مكانها في التشكيل الاساسي حتى لو هي ما بتقدمش المطلوب الفني المنتظر. ده منتخب مصر، مفيش لاعب يا جماعه اكبر منتخب مصر مهما على شانه او اسمه، في النهايه انت بتلعب كره قدم، انت النهارده غير موفق تتغير، تبدا تلعب بناس تانية عندها طموحات وعندها شغف وقادره انها تضيف. يمكن شفنا البطوله العربيه في غياب المحترفين، وده ليس تقليل من شان المحترفين، مع كارلوس كيروش عملوا يعني اداء أشادنا بيه كلنا ووصولهم للمربع الذهبي في البطولة العربية اللي كانت قبل يعني التصفيات النهائية للصعود لكأس العالم. نتمنى يكون في المستوى الفني هو الذي يحكم وليس اسم اللاعب، ومفيش مكان في منتخب مصر محجوز لأي حد، وأتمنى من روي فيتوريا يتحرر من كل القيود من أجل تقديم مستوى يليق بقيمة المنتخب المصري. مجموعة زي دي أنا شايف إن احنا المفترض نتصدرها، لأن غانا مستوى متراجع، كاب فيردي بتتطور على مستوى كاب فيردي ولكن مش هي الفريق المقلق، وموزمبيق نفس القصة. طيب أنا متفق معاك يا أسامة جدا، وشايف مخاوفك في محلها. ويمكن يا جماعة لو نفتكر كده ريني فايلر وهو بيدرب النادي الأهلي كان دايما الناس تيجي تقول إيه، أصل اختباره في الدوري مش هو الاختبار الحقيقي، ده الاختبار في أفريقيا هو الاختبار الحقيقي، ثم هكذا يعني. لا أنا بقى شايف لو هنسقط المقولة دي فعلا، أنا شايف إلى الآن أنا ما مسكتش مباراة لروي فيتوريا أحس إن دي كانت اختبار حقيقي، اختبار قوي جدا، اختبار على مستوى التنافسية والندية، وأحس إن المنتخب مالك أدواته. مع احترامي كل الفرق اللي قابلناها في التصفيات كل المباريات السابقة، أنا بشوف أن أول اختبار حقيقي ليا، وإن كان تونس كان اختبار ولكن مش عايز أقف عنده لأن ربما كان له مبررات حتى لو أنا مش متفق عليها، ولكن كان في مبررات. أنا بقول أن مباراة الجزائر
هي اول بالنسبه لي على الاقل اول اختبار حقيقي، بمعنى اختبار متكامل من كل المعطيات والظروف اللي اقدر اشوف فيتوريا وصل مع المنتخب لمرحله ايه. لان انا مع كيروش مع هيكتور كوبر مع بعض المدربين كنت بشوف ان انا ماسك اداء الفريق، حتى لو مختلف على الاداء، حتى لو مختلف على طريقه دي مش مدرستي مثلا بالزبط. انا ما احبش الفريق اللي بشجعه يلعب كده، دي قصه ثانيه، ولكن انا عارف الاستراتيجي بتاعتي في الملعب قائمه على ايه. انا عايز اقول الى الان مع فيتوريا والله انا ما واصل لفكره، ربما يعني لعيب عندنا بس ربما انا على المستوى الشخصي مش واصل وانا بتفرج لفلسفه الفريق ايه، على مستوى الدفاع في الاجنحه، على مستوى مراحل الضغط، انت واصل الفورميشن بس اللي بيلعب بيه، بس مستوى الاداء ده انا عندي تحفظات كبيره جدا عليه. كمان اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان منتخب مصر قدم نسخه كبيره جدا في كاس الامم الماضيه، ربما البعض يظل فاكر قصه المستوى ولكن وطريقه اللعب، ولكن احنا قابلنا فرق كبيره، قابلنا كوت ديفوار، قابلنا وقدرت تقصيها المغرب. قدرت تنتصر على المغرب في حاجة ما بتحصلش تاريخيا كانت منذ سنوات ومن الثمانينات. فأنت عندك كمنتخب مصر تعرضت لاختبارات شرسة. هل أنا شايف أن المنتخب حاليا في حتة تقول لي أن لو تعرضت لاختبارات مماثلة أنا مش هسبق بالحكم؟ هستنى أشوف مباراة الجزائر تقول لي يا أسامة احنا بعيد ولا قريب ولا الوضع ايه، لان انا عايز اقول ان المواجهه هتكون شرسه جدا بالتاكيد. ومش عايزين نرتكن لتجربه بلجيكا، لان الحقيقه بلجيكا ما قدمتش مستوى مامول في كاس العالم، ودي كانت تجربتها الاخيره قبل كاس العالم. فمش عايزين نقف عند المباراه دي، ان المباراه دي هي الفارقه والمباراه دي هي الاختبار الحقيقي. لا، انت عندك اختبارات من وجهه نظري ما قدرتش تقدم فيها قناعات للجماهير كره القدم المصريه، ونتمنى بالفعل ان منتخب مصر يقدم مباراة على المستوى الفني والمستوى التنافسي أمام منتخب قوي زي منتخب الجزائر تليق باسم سمعة كرة القدم المصرية، لأن الحقيقة ده اختبار من كل الوجوه داخل الملعب وخارج الملعب ومن كل الوجوه. نتمنى إن شاء الله إننا نعبر الاختبار ده ونقدر إننا نقدم ما يبث الثقة في نفوس جماهير كرة القدم المصرية. البعض بيتحدث عن غياب الشغف عن مباريات المنتخب، الحقيقة له أسباب متعددة كتير جدا، لو قعدنا هنا هنتكلم كتير جدا عن اسباب غياب الشغف، وانا مش هقدر احصرها في اتحاد الكره فقط لا غير، ولكنه سبب اكيد من الاسباب. تطبيق اللوائح والقانون على الجميع بيخلي الكل يلتزم تجاه هذه المنظومه الرياضيه، فده جزء من الاجزاء، لكن جزء اخر مرتبط بمستوى المنتخب. المنتخب لما بيقدم كره قدم حقيقيه بنلاقي كل جماهير كره القدم بتلتف حوالين المنتخب، واخرها واحنا بنصل مباراه تلو مباراه لنهائي افريقيا الماضيه كان عندنا قناعات، والجماهير بدات تثق في الفريق بشكل كبير جدا وتدعم الفريق بشكل كبير جدا وتحتفل بنجاحات الفريق بشكل كبير جدا، برغم ان انت لعبت ادوار اقصائيه صعبه جدا 120 دقيقه طول الوقت حتى المباراه النهائيه، وطلعت الجماهير راضيه عن المنتخب وانت بتخسر بطوله. فالقصه ايضا مرتبطه بمستوى اللي بيقدمه المنتخب، طبيعه وفلسفه لعيب المنتخب، وان هم يكونوا مهتمين بما يهتم به الشارع الرياضي المصري والشعب المصري. دي برضو في نوع جاب كبير جدا ما بين لعيب المنتخب، وشفنا في 2019 ايه اللي حصل في ازمه شهيره، وبعض اللاعبين بدات يعني تشير للمنتخب لجماهير المنتخب بعلامات مختلفه، علامات استهجان، شفنا المباراه الاخيره. فكل ده كل ده اكيد اكيد بيخلي شغف الجماهير بمنتخب مصر اقل. نتمنى ان المنتخب يبدا من المنتخب، واتمنى المسؤولين عن كره القدم المصريه يبداوا من المنتخب حتى يعود شغف الجماهير مره اخرى لمنتخب مصر، لان الاسباب كبيره جدا، واعتقد اللي مش ملاحظ المشكله دي فهو بالفعل عنده مشكله.